هو ضيف نور الدين حجيج عداء اللبناني الشاب، صار معنا مباشرة عبر إذاعة لبنان وعبر انستغرام لايف. بونسوار. بصباح، كيفك؟ مرسي لك على الحمد إذاعة لله، لبنان. ثانك يو سو ماتش انك معي اليوم. بعرف انه في كتير تمرينات عم بتقوم فيها، ويمكن انت هلا مثل ما كنا عم نقول من شوي بقلب الحدث مظبوط، بالملعب بالتمرين بالتمرينات. صح. نور الدين، نحن بنعرف انه بال 2019 وهيدا شيء كثير بنشوفه، انك حققت رقم قياسي وطني بلبنان، خبرنا اكثر عنه بداية. بصراحة 2019 ذكرتين أحلى سنة إلي، كانت تقريبا كلها كانت أرقام وبطولات، وحتى يعني قرابة العمل أهم ميدالية كانت في حياتي. فخليها للسؤال اللي بعدين، هيديك لما أفوت بدك بالتفاصيل فيها. نأجلها نخبر بعد شوي المستمعين عنها. إيه، لأنه كل أصغر 100%. لكن نور الدين، مثل ما ذكرت انت عداء لبناني، حققت رقم قياسي وطني من سنة 3 سنين تقريبا. بس قبل ما نوصل لهونيك ونحكي عن كل هالبطولات اللي شاركت فيها، خبرني اكثر ليه اخترت هالنوع من الرياضة بالتحديد، وكيف بلشت مسيرتك فيها؟ انا بلشت بالاول، انه كنت أبقى او قبل ما بلش انا كنت لاعب فوتبول بالاول، كنت يعني مثل الحياة اللي حضر انه تسلى شوي فوتبول، بس ما كنت محترف فيها، كنت صغير يعني. بس نعم. كنت احضرها كثير على التيفي، كنت خاصه انه احضر يوسين بولت اللي هو بطل العالم حامل ارقام قياسيه بال 100 وال 200 متر جامايكي. فكنت اقول انه يا ريت لو فيكم هيك وكذا، وانا كنت اعرف حالي انه في عندي سرعه يعني بالنسبه للفوتبول يعني، بس ما كنت اعرف مثل هلا. فبال 2020 بالضبط انا فتت على الجيش، كرمال هن بيهتموا كثير بفريق رياضه، منتخب الجيش للرياضه، نعم. ومتفرغين بس لرياضه بالجيش. فقلت انه يعني مثلهم مثل الفرق الباقي بلبنان، ويمكن كانوا احسن بالنسبه للمعاشات او كذا، وخلص محترفين يعني متفرغ بس لرياضه. فقلت بدي اجربها، وكنت انا ما كنت عارف اصلا بدي اجرب تراك اند فيلد، فقلت بدي العب فوتبول، ليش لا؟ خليه يفوت رياضه بالاول بعدين بشوف. ففي شخص كمان نصحني جوا قال لي لا، لازم تروح على التراك، انت مستقبلك بنشوفه بالتراك اكثر لانك سريع، بالفوتبول حتروح لانه لعبه جماعيه، ما بتعرف شو بيصير فيك ومعرضه للانجريز اكثر. فقلت بدي اجربها، انا ما كنت اعرف شيء عنها، وسحبت معنا بال2013 بطلوع يعني. وخاصة يمكن بلبنان، انه الاشخاص اللي ما في حدا يوجههم على هذا الموضوع، منا رياضة كتير، ما بعرف صلح لي اذا غلطانة، منا أكيد رياضة كتير متعارف عليها. هلا عن جديد صرنا نسمع اكتر، صح، اكيد بفضل كمان النجاحات اللي انتم عم تعملوها بهالمجال. صح. لكن حتى مش بس بلبنان، حتى بالعالم يعني منا مشهورة كثير اللعبة مثل الفوتبول أو الباسكت أو غيره يعني. هي اللعبة أقل شهرة وأقل لعبة فيها مصاري عشان تنشهر يعني، بتشوف من أسباب النجاح الكبيرة للألعاب الباقي المصاري أو الإمكانيات أو الميديا، بس نعم كله بيتعلق نعم بالمصاري برا. ايه يعني هلا شوي شوي عم بتزيد، حتى يعني مش بس شهرة، حتى باللعيب يعني في كثير لعيبة جداد وناشئين جداد، حتى مناح ومستواهم كثير عالي يعني، عم يكسروا ارقام حتى على عمر صغير، على 19 وعلى 18 وعلى 20. لهلا بنعرف انه صرت مشارك بكذا بطولة، اذا بدنا الحمد نقول لله. هيك اي بطولة كانت اكثر شيء فيها تحدي لإلك؟ صراحة أكثر وحدة، مع إنه مش الأهم كانت، بس أكثر وحدة كان فيها تحدي هي بطولة آسيا نعم. بال2019. يعني أنا مشارك قبلها ببطولتين عالم بالأولمبيات طوكيو 2021، بس أكثر وحدة كان فيها تحدي إلي هي بطولة آسيا، لأنه قبل على صعيد لبنان ما حدا واصل أكثر من ربع نهائي، فأنا عم بلعب ما كنت عارف لوين بدي أوصل، ربحت الربع نهائي، تأهلت على النص نهائي، وحتى فتت الثاني ورجعت تأهلت على النهائي. فأنا هون لقيت حظي يعني منا بعيدة، ممكن أجيب ميدالية بالبطولة آسيا. فأنا عم بلعب بالفاينل ببطولة آسيا بال 200 متر، هون كمان عملت رقم ال 200 اللي أولا سألتيني عنه بال 2019، فرقت معي على 0.01 جزء من الثانية بينما بالميدالية. يعني إذا بدنا نقولها على أرض الواقع قدام الملعب تقريبا تعتبر سنتيمتر واحد بس بينه وبين الميداليه، فات حدا قبله فعمل دايفنج يعني مثل نط على الفينش واخذها مني. بس بالوقت
بالوقت نفسه مثل ما ذكرنا انه هو كان رقم قياسي جديد وطني على صعيد لبنان ما حدا كان محققه قبل. اي صح، وانا كنت وقتها بال2016 اول عداء لبناني بينزل تحت 21 ثانيه على 200 متر، ورجعت كسرته مره ثانيه بال2021، وهلا بهالسنه كمان رجعت كسرته بلقاء بدبي، كمان رجعت كسرته. نعم نور الدين، قبل ما نحكي هيك أكثر عن الأشياء اللي عم تحضر لها لقدام كبطولات تشارك فيها كرياضي لبناني عايش بلبنان، يمكن كمان صح. شو أكثر التحديات أو الأشياء يمكن اللي بتحس ناقصتكم حتى تكونوا عم تقدروا تعطوا أكثر، عم تقدروا تبرزوا أكثر؟ اوكي، هلا صراحه هن في اشياء كثير انه مثل اساسيه هلا يلا لعب. انا الحمد لله مأمنين لي هون تقريبا، يعني انا بتمرن بالبرفورمنس فيرست مع كوتش اللي انا صار لي زمان معه من 2013 اول ما بلشت يعني، والحمد لله مأمن لي مثلا سكن، مأمن لي الملعب والجيم حط بعض كلهم، يعني فيك تقولي كانه عايش تريننج كامب وكله بيت، يعني ما ندفع حول الحمد لله. فهدول هن الاساسيات لكل لعيب، يعني لانه بالظروف اللي مرقنا فيها بالكورونا وبالوضع الاقتصادي بطل فيهم يتنقلوا اللعيبه، وما كان عندهم ملاعب، في ملاعب سكرت، في جيمات سكرت، هيدي كانت من اصعب الفترات. يعني بقينا عايشين هالحاله تقريبا في 3 سنين، ما فينا نروح على مطارح، ما فينا نعمل شيء. يعني انا بفتكر لو ما نهم مأمنين هو كانوا اكيد هن رقم واحد كصعوبات اللي قبل حيلا رياضي. مية وشغله ثانيه اكيد الوضع المادي، الوضع المادي يعني للاسف من سيء لاسوء عم بيصير ببلدنا خاصة لما في هالأزمة. فهيدول هني أهم السببين أو أهم مشكلتين، والباقي بيتعلق بالشق الرياضي اللي هو كتمرين أو ك يعني قد ايه في عندنا قدرة مدربين أو تطوير للعيبة، يعني قد ايه ممكن يوصل. يمكن يجيك واحد تالنت مثلا ما يعرف حدا يوصله، يقرف اللعبة مثلا أو ما يعرف يوصل أو ينصاب للأسف ويتركها ويفل أو يسافر. مية صح. بالمية وهون شو رسالتك لكل من هوا الشباب، لكل الشباب والصبايا بشكل خاص اللي عم بيتابعونا واللي يمكن عندهم اهتمام برياضة معينة بس بعد ما لاقوا حدا يوجههم أو ما لاقوا الطريق الصحيح، شو رسالتك لإلهم تيضلهم مصرين على هالخط ويوصلوا لمحل ما بدهم؟ 100% صراحة، أهم الأشياء إنه دايما يعني ما بدي أقول لك إنه بس يوثقوا بحالهم كذا رح يوصلوا، أكيد رح يوصلوا، بس هالشيء كثير مهم، بس بدنا المتابعة. يعني كمان الأهل بيلعب دور، عم نحكي إذا عالم عن جد صغير، إذا أولاد صغار مثلا أو صبايا صغار، إذا هن محمسين بس مثل محرومين ما فيهم يكملوا، ليه؟ لأنه الأهل أو البيئة اللي حضن أو اللي هن عايشين فيها ما بدهم يكملوا، أكيد رح يوقفوا. بس أكيد إذا كل هالقصص موجودة فالعاتق بيصير كمان على اللاعب. يعني في شيء من الاشياء اوكي حيكون منيح، بس يكون هو لا ما بدي، بدي ضل اسهر، بدي اروح، بدي اعيش حياتي، بدي كذا. يعني كمان الديسبلين مهمه 100% بهالمطرح. وثاني شغله كمان، هلا صار في عندنا فرق كثير بلبنان، يعني عم بحكي باسكت ولا فوتبول او تراك اند فيلد حتى، انه فيها مدربين منيح وفيهم اهتمام، يعني ديلي تريننج مش انه هواة، لا لا ابدا، كله عم بينافس، يعني كذا فريق عم بيبعت لعيبته لبرا لينافسوا. يعني هذه من اهم القصص كمان اللي حتشجع اللعيبه يكملوا ويستمروا. فاكيد يعني اول يمكن شغله هي هون الشيء الأساسي انه يلاقوا التوجيه المناسب، والرساله كمان للاهل مش بس لالهم كثير كاشخاص كثير كشباب وصبايا، انه الاهل وقت يلاقوا اي نوع من الطاقه او الموهبه عند او الموهبه. اولادهم يكونوا عم يشتغلوا عليها اكثر، ان كانت رياضيه او غيرها. اكيد صحيح صحيح. هلا اكيد في خاصه بهالاوضاع في اهالي منا قادره مثلا، بس في فرق عن جد ما بتاخذ بدل ماده، في كثير فرقه بعرفها بس لانه بدهم تالنت يتكمشوا فيهم، خاصه بانه وضعنا، يعني مثل ما بيقولوا بدنا حدا من غيمه مثلا، او مية بدنا بالمية تالنت لنوصله، او بدنا حدا. فعن جد في كثير عالم لما يكون في موهبه بياخذوه فور فري. مية بالمية هون عم نحكي أكتر يمكن عن التوجيه، مش فقط المادة من الأهل، وقت تقول توجيه وقت تقول دعم المعنوي أكتر، لأنه صح. مثل ما ذكرت إذا في دعم معنوي فيهم يكونوا عم بيلاقوا نوادي ما بتاخد بتكفل بدل مادة، ويقدروا عم بيتبنوا هالأشخاص ويمشوا معهم 100%. بمسيرتهم. صح. هلا صراحة أنا نور الدين لقدام للمستقبل، شو المشاريع اللي عم بتحضر لها؟ شو البطولات يمكن اللي عم معقول تكون عم بتشارك فيها؟ بحضر بعد تقريبا 11 يوم أو 12 يوم لبطولة العرب بالمغرب، رح تصير نعم. بين 20 و 24 جون، ومن بعدها جايين تقريبا كم يوم رايحين على بطولة آسيا بتايلاند،
رايحين على المرة صراحة حبيت الطريقة، لأنه في كثير اهتمام من الاتحاد لبنان لألعاب القوى، لأنه بعتنا تقريبا معسكر تدريبي قبل 10 أيام للبطولة على تايلاند. نعم فحنحضر حكمل تحضير هناك بشارك ببطولة آسيا بتايلاند من 12 ل 16 جولاي، فهدول هن ورا بعض، وبيبقى بطولة العالم من بعدها. إن شاء الله نشوف من أحسن ريزلت اللبناني اللي هو حيروح يشارك، إن لأنه شاء الله أكيد. حيتسمى اسم لعيب واحد بس بالمبدأ، فالأحسن هو اللي بيكون بيستاهل أكيد. فينا نقول لكان انه صيفية كتير هيك، اذا بدك فيها نشاطات فيها بطولات. اكيد بتمنى لك كل التوفيق بهالرياضة اللي عم بتقوم فيها، بالبطولات اللي رح تشارك فيها وبتمثيلك للبنان، ومنضل على تواصل ان شاء الله بكل النجاحات اللي رح تقوم فيها لقدام. نور الدين حديد، انا بشكرك كتير على وقتك معي اليوم. شكرا كثير لك، وكمان تحية لكم وللإذاعة الكريمة، وأكيد شرف إلي طبعا، ودائما أنا جاهز. و thank you so much. ميرسي كتير، بتمنى لك كل التوفيق. thank باي. you. باي باي.